السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي، واليوم بسوي لكم مراجعة ومقارنة بنفس الوقت عن تويوتا لاند كروزر في اكس ار وارد شركة عبد اللطيف جميل وارد سعود بهوان وكيل عمان أو البريمي بالمختصر. طبعا سيارتين 2019 تعتبر أقل فئة بالفي اكس ار، صحيح فيها كثير من المواصفات، هي الفئة اللي على طول بعد الجي اكس ار. طبعا سعر وارد عبد اللطيف جميل 275 الف ريال، السعر لا يشمل الضريبه ولا يشمل التسجيل. وارد البريم سعره 262 الف ريال، طبعا برضه السعر لا يشمل الضريبه ولا يشمل التسجيل، يعني محدود 262 265 الف ريال، هنا حدود 275 280 الف ريال. طبعا تصنيف السياره فيكسار 2 وارد عبد اللطيف جميل، طبعا فيكسار 1 خلاص قفلوه بعد الجراند تورينج وقفوه، اما هذا هو الفيكسار البرايمي اللي يعتبر اقل فئه عندهم. لهالله اللي ما هو بفل كامل فكسس، لا فكسار عادي. ناخذ جولة سريعة أول شيء على وارد عبد اللطيف جميل، بعدين ناخذ على البريمي، بعدين نتكلم عن أهم المواصفات والمزايا، وهل 13000 إلى 15000 ريال تستحق في وارد عبد اللطيف جميل أو لا تستحق. طبعا التصويت حيكون موجود فوق، صوت على حسب تشوف أنت تستحق ولا لا. نتكلم عن المواصفات المزايا وأهم الاختلافات. عموما نبدأ بوارد عبد اللطيف جميل. طبعا لاحظ ان الفكسار ما حطوا نفس واجهه الجراند تورينج باللون الاسود، لا عاديه الالوان، عفوا الانوار عاديه فقط لونها الفضي. طبعا سيارتين ثنتين هم سيارات SUV Offroad، سيارات اعتمادية من تويوتا بمواصفات ممتازة، سيارة ركاب 8 أشخاص تقريبا، جمعت 8 أشخاص بالغين. هذا وارد عبد اللطيف جميل، خلصنا المراجعة عنه السريعة، الحين نبدأ بوارد البريم. هذه واجهته، هذه وطايته، وهذا من الخلف، وهذا من الجانب. والآن ننتقل ونبدأ نتكلم عن أهم المواصفات بالسيارتين. السيارتين اكيد يتفقون بالمحرك اللي هو 5.7 الفي 8 8 سلندر 362 حصان تقريبا، نفس محرك الليكزس. والجير اوتوماتيك من 8 سرعات برضه نفس جير الليكزس. طبعا تكترونيك، نظام الدفع فهو رباعي مستمر دبل خفيف دبل ثقيل، نظام الزحف نظام التفاف 360 درجه موجود على السيارتين. بالنسبه للمواصفات الخارجيه نروح لوارد عبد اللطيف جميل. نلاحظ طبعا هذا هي نفس السياره على البريمي، هذا هو هذا البريمي. نلاحظ ان الواجهين نفس الشيء، ما في اي اختلافات تقريبا. عندنا طبعا نلاحظ البريمي فيها اشارات متحركه، طبعا هذه اضافه من الوكيل للمعلوميه. طبعا الواجهات نفس الشيء، كتات بودي كت، حساسات اماميه نفس الحساسات، نفس الاماكن في زوايا الصدام، كشافات ضباب LED نفس الشيء. عندنا غسيل الانوار الاماميه موجود، انوار LED موجوده. طبعا الوارد عبد اللطيف جميل يتميز ان النور العالي والواطي، طبعا يجي زنون وارد البريم، العالي هيلوجين والواطي زنون. يعني طبعا هنا شد مصنع، بعدين اتكلم ليش شلون تعرف ان هذه الانوار الزنون العالي شد مصنع ولا لا. طبعا يعني تفوق عبد اللطيف جميل بالشيء المصنعي اللي جاي شد مصنع على الواجهه، ما في اي اضافات. البريمي عندنا اشارات متحركه، صحيح انها تركيب لكنها برضو معطي سياره جمال اكثر. طيب نروح الى الجنط، نلاحظ ان وارد عبد اللطيف جميل جاي نفس الفكسار الفل كامل، الجنط 20 نفس الجراند تورينج برضو، اما وارد البريم جاي جنط 18. اشارات المرايه هنا وهناك نفس الشيء، ما في اختلاف. وارد البريم يتميز انه في خط جانبي، اللي يحب الخطوط هذا الخط الجانبي موجود وجميل صراحه.
وعندك 5.7 طراز المحرك. هنا مو بحاط لك فخر انا 5.7، حاط لك من ورا فقط. طيب عندنا طبعا الكرومات الجانبيه هنا موجوده هنا، طبعا هذه اضافه من الوكيل، هذه تيجي شد مصنع حقه البريمي شد مصنع، هذه اضافه من عبد اللطيف جميل. الوطايات الجانبيه لاحظ ان حقه عبد اللطيف جميل فيها نفس حقه الفل كامل، فيها اضاءه هنا لا عاديه نفس حقات الجكسار العادي. مقابض الباب هنا جايه كروم، هنا جايه بنفس لون السياره. حنايا العفش واحده هنا وهناك، ما في اي اختلاف. الان ننتقل الى الخلف. طبعا السيارتين من الخلف بشكل واحد ما في اي اختلاف، فقط نلاحظ ان عبد اللطيف جميل جناحه جاي اضافه من الوكيل، هذا الجناح جاي من الوكيل اضافه، وهذا جاي شهد مصنع. طبعا من الخلف اكيد البريمي يتفوق لانه برضو عندكم اطار لوح، طبعا برضو جاي شهد مصنع. عبد اللطيف جميل جاي الجناح تركيب وما في اطار لوح. عندك البريمي برضو ضايف لك نيكل على الشكمان الخلفي، عبد اللطيف جميل مو ضايفه، لكن باقي الاشياء واحده ما فيها اي اختلافات. طيب صافية الوقود واحده، كله تر بنزين مشيك 8.2 كيلو هنا وهناك. خلينا نبدا الحين الداخليه، صور الداخليات. هذا ورد البريم، هذه تخشيبته، تخشيبته بنفس حقة الجكسار الجراند تورينج، مقعد وجلد، كرسي الساق والراكب اكيد كهربائي. هذه من الخلف، تكاية بالوسط. طبعا البرايمي ضايف لك هنا منفذ USB، منفذ تايب سي. عندك هنا منفذ 12 فولت، هذا تحكم بالمكيف الخلفي. عندنا شاشات خلفية اضافة من الوكيل، طبعا هذه انوار السيارة باللون الازرق. ننتقل الى وارد عبد اللطيف جميل. الداخلية بشكل سريع، هذه هي الداخلية. المقاعد جلد نفسها، لكن لاحظ ان التخشيب بالفورميكا نفس الفكس اس او الفكسار الفل كامل مختلفة. كرسي الساق والراكب بحركة كهربائية اكيد. طبعا وارد عبد اللطيف جميل جاي فيه تبريد المقاعد الامامية. ونروح الى الخلف، وهذه السيارة من الخلف. طبعا مكيف الخلفي جاي لمس على عكس وارد البريم. وبرضه وارد عبد اللطيف جميل الوكيل حاط لك اضافة مميزة وحلوة ما هي موجودة في البريم. طبعا الثنتين شنطة كهرب نفس الفكرة هنا وهناك، ما في اختلاف. وارد البريم وارد عبد اللطيف جميل حاط لك موتور هواء، على عكس وارد البريم يجي بدون موتور هواء. سكر الشنطة. السلام ورحمة الله. هلا والله، حياك. هلا والله. موجود يا اخي، واحد يشوفك يصور يعني. حتى المشكله مو بانه والله ماسك جوال قاعد اصور، ماسك كاميرا بقاعده كبيره شوي يعني، لو تلاحظون كيف ماسك باين يعني مراسل عالمي. طيب الحين احنا داخل وارد البريم، عفوا وارد عبد اللطيف جميل، نتكلم عن اهم المواصفات والمزايا الداخليه، بعدها ننتقل الى وارد البريم ونشوف ايش في نواقص. الزجاج كهربائي اوتو لمسه واحده. خلنا نطفي فليشر مزعج شوي. طبعا مراية كهربائية بخاصية الطي. عندنا هنا طفي ارباقات الجانبية. طبعا عندنا هنا غسيل انوار امامية، حساسات طفية تشغلها من هنا. وطبعا بالنسبة للسيارات النور التحكم في مستوى الانارة الخارجية ما يجي الا على اللي يبدون زنون عالي من الوكالة. هنا لا، لان زنون جاي شد مصنع فما يجي فيه تحكم. طيب يجي تلقائي. عندنا هنا التخشيب الفورميكا اللماع تكلمنا عنه. عندنا هنا تحكم بالنظام الصوتي زي ما تشوفون، هذا هو البلوتوث. تحكم بعدد الرحلات موجود، هذا عدد الرحلات. نثبت السرعة. طبعا شاشة ملاحة، هذه ما هي بشاشة الفكسار المعلومية اللي تجي في الكامل، هذه نفس شاشة هذا الحين. وانا اوطي الصوت والله ما اعرف، انا صراحة من النوع اللي ما احب شاشات اللمسة زيادة بالكامل، لازم يكون في فرارات. عموما طبعا هذه شاشة الملاحة حق السيارة.
فيها كاميرا خلفية هذه هي. طبعا اندرويد حق سيارات عموما. زي ما قلت لكم ما هي حق شركة مصنع، هذا منتج معتمد من تويوتا، يعني تويوتا مصنعته اللي يبغى يركب شاشة، اللي ما عنده شاشة يركب شاشة. الأحلى في كسارنا فيه كرومات، في يعني الكروم أكثر عن الجكسار، هذا طبعا في كسارات كلها. طبعا كيف نفس التحكم منفصل بين ساق والراكب، سيارة فيها سي دي، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس كلها. عندنا هنا شاحن لاسلكي برضه موجود، عندنا منفذ طاقة برضه موجود، قلنا تبريد تبريد المقاعد الأمامية. وطبعا عندنا الجير اوتوماتيك من 8 سرعات توبترونيك، نظام الباور اللي زي نظام السبورت يعني. عندنا هنا نظام الجر، نظام تراكشن، عندنا هنا الدبل الخفيف، الدبل الثقيل، عندنا هنا نظام الزحف، نظام ارتفاع 360 درجة. طبعا يجي الفكسار الثلاجة حقته جلد، وهذه ثلاجته. طبعا غطاء الثلاجة تجي من جلد، مراية تعتيم داخلية، انوار السقف باللون الاصفر، وبيت النظارة. طبعا ارباقات جانبية. الفكسار دائما تعرف من هنا يجي مخمل، على عكس الجكسار يجي بلاستيك، هنا يجي مخمل شموع. ايش في بعد مواصفات؟ هذه ابرز المواصفات الموجودة بالسيارة. طبعا تكييف خلفي يجي لمس، سنتكلم عنها بشكل سريع. تكييف خلفي لمس، الشاشات الخلفية هذه، وارد عند الصوت الجميل قلنا انه يجي مطور هواء طبعا خلفي. الان ننتقل الى وارد البريم ونشوف وش اهم المزايا واهم المواصفات الموجوده فيه، وش يفرق عن السعودي من الداخل. طبعا الفكسار المعلوميه يجي مقبضه كروم على عكس الجكسار، حتى لو كان جراند تورينج ما يجي مقبضه كروم، هذا الميزه فقط للفي اكس ار، حتى لو كان بمحرك صغير معروف الفكسار. هذا وارد البريم بسم الله. طبعا تخشيبه بشكل العادي زي ما قلت لكم. سندر لوك في كل السيارات. طيب عندكم هنا زجاج كهربائي نفس الشيء. عندنا طبعا الارباقات تطفي وتسكرها من هنا. عندنا التحكم في مرايا كهربائيه بخاصيه الطي. طبعا هنا التحكم في مستوى الاناره الخارجيه، هذا يجي على الجكسار وعلى الفكسار اللي بدون زنون عالي. غسيل انوار اماميه، الحساسات تطفي وتشغلها من هنا موجود. طبعا هذا هو الدركسون، تحكم بالنظام الصوتي، تحكم بعداد الرحلات موجود، ثبت السرعه. طبعا هذه هنا وهناك بالفكسار السعودي موجوده، هذه حقت تفتح الشنطه الكهربائيه الخلفيه. شاشه الملاحه هذه انا صراحه افضل على وارد عبد اللطيف جميل. في ناس يقول لك والله احسن، والله والله، بس يقول لك ما تشتغل عندنا، يعني مواصفات الشاشه هذه، الشاشه هذه ما تشتغل عندنا الخصائص اللي فيها. عموما هي فيها نافيجيشن لكن ما هي باندرويد. هذه كاميرا خلفيه، طبعا فيها سي دي، فيها منفذ يو اس بي من هنا، طبعا منفذ يو اس بي حقها. للاسف وارد ابراهيم ما في شاحن لاسلكي، عشان كذا اقل فلوس يعني. عندك هنا منفذ طاقه نفس خصائص، عندك هنا نظام الباور، هنا عندك نظام الجار، عندك هنا تراكشن، دبل خفيف، دبل ثقيل، عندك هنا نظام الزحف، نظام ارتفاع 360 درجة، نفس الخصائص. المكيف نفس التحكم منفصل بين الساق والراكب، أنوار السقف باللون الأصفر، بيت النظارة، مراية تعتيم داخلية، سنتر لوك موجود هنا وهناك. تكلمنا عن الثلاجة، يعني زي ما تشوفون إنها تجي جلد، وهنا برضه جلد، حملة الأكواب اثنين. هذا من الخلف. الله المكيف طبعا الخلف يجي عادي، على عكس وارد عبد اللطيف جميل يجي لمس. عموما عبد اللطيف جميل نلاحظ ان الواجهه يعني مسير من الخارج تفوق بالنور للزنون العالي، يتفوق عندك بالجنط، يتفوق عندك طبعا بموتور الهواء، بمقابض الابواب كروم، يتفوق عندك بالتخشيبه، يتفوق عندك الله بالتبريد، تفوق عندك بالشحن اللاسلكي برضه. وهذا الفرق يعني تندفع 15-16 ألف ريال زيادة على شيء موجود. وارد بريم شوف هذه الأشياء كلها موجودة فيه. جنطة 18 نفس الجكسار 2. عندك رح الله صراحة لو كان بدون كت كان أجمل، حتى بس ترى فكسار على فكرة يفرق عن الجكسار، إنه هنا يجي جلد، الجكسار يجي بلاستيك مقبض الجير.
هذه ابرز الاختلافات اخوان الكرام. طبعا ما يعني ما ودنا نحش بدا ولا في ناس تنتظر اسب وكيل ولا اشتم وكيل. هذا وكيل قدم لك مواصفات بالسعر الفلاني هذا اللي خارجه، والثاني قدم لك مواصفات بالسعر الفلاني برضه هذا اللي خارجه. فكل واحد بكيفه وبالاول والاخير خيار خيارك فلوسك، ما راح يجي يقول لك تعال اشتر من عندي غصب عنك اذا ما شريت بذبحك، ما راح يقول لك كذا. انت تشوف تخير، تشوف الوكيل اللي يناسبك، تشوف المواصفات اللي تناسبك وتختار، تصل استخاره وتختار السياره اللي تناسبك. سيارات حلوات جميلات. الحين يجيك واحد راعي امريكي والله طق كادلك سكليد بالقيمه هذه، كادلك سكليد عاد بكيفك تروح تطقمه ما له دخل. هذا يا جماعه الخير نفس الشيء اقول، فكسار وجكسار لها ناس يحبون يدفعون يثقون فيها، يثقون بالعلامه هذه، يثقون بالجوده اللي تقدم السياره. يعني انا اقل شيء انا بعد 10 سنوات بالراحه 15 سنة برضو هذا ما راح يخرب معي، بيظل مفتوح وشغال ولا بيروح لونه ولا شيء. أما السيارات الثانية بتقشر الكرومات، يعني ما يحتاج نتكلم عنها ونقول والله السيارة الفلانية، تلقى موديل 2015 الكرومات حقتها مقشرة. هنا لا، هنا بس غير كفرات، عبي زيت كل ما يعني غير الزيت كل فترة وفترة، عبي بنزين، اهتم بسنة سيارة خفيفة جدا، ما راح تروح الورشة أبد إلا إذا لا قدر الله صدمت فيها. سيارة عمرها طويل ما شاء الله تبارك الرحمن. فهذه ابرز الاختلافات وابرز المواصفات اخوان الكرام. طبعا خلينا نشوف بس اتاكد من الاربقات. طبعا كل ابوها اربقات جانبيه وعدد 8 احزمه امام، فرام الابيس، نظام الثبات الالكتروني وحساس كفرات. بس انا حبيت اتاكد الزياده لا يكون في احد حاط اربقات اكثر من الثاني، لا كلها نفس مستوى الاربقات، ما في اي اضافات، نفس اربقات الجكسار جراند توريك. فعموما اخوان الكرام بالاول والاخير انصح بالخيار، شوف السيارة اللي تناسبك وتاخذها. طولت عليكم بالتغطية اخوان الكرام، لا تنسون اللي حاب يضيفني سناب شات وانستغرام، طبعا عندكم على بداية المقطع بحط لكم برضو على اخر التغطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.